صباح النور من جديد مشاهدينا، وشكرا لكل من ضم إلينا في هذا الوقت. ساعد الفهم الأفضل لفيروس كورونا المستجد على تقديم علاجات أفضل للمصابين وحتى التوصل إلى لقاحات يمكنها أن تضع حدا للجائحة. فهل هناك فعلا فرصة للنجاة من كوفيد-19؟ عن هذا السؤال وغيره يجيبنا الاختصاصي في جراحة القلب في مستشفى ماونت سيناي نيويورك، البروفيسور عمر لطوف، الذي نقول له صباح النور وهو معنا مباشرة عبر سكايب من نيويورك. بدنا نقول لك مساء النور يمكن أو صباح النور، عذرا سهرناك ساعة 1:30 بعد نص ليل بنيويورك. صباح الخير، أهلا وسهلا، يسعدني أن أراك وأقابلك. يا هلا فيك بروفيسور. سيدي، بحسب مديرة أقسام الرعاية المركزة البريطانية فإن نسبة الوفيات جراء كورونا تراجعت بما يقرب الربع، بينما تزايدت نسبة الناجين من الفيروس بما يقارب 50%. ما هي فرص النجاة من الفيروس بعد الإصابة به؟ إذا نظرنا على عدد الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية، حاليا في 11 مليون إصابة، وعدد الوفيات لحد الآن هي ما يقارب 250 ألف وفاة من الكورونا، فهذا يعني أن نسبة الوفيات ما تقارب 2.5% من كل 100 مصاب في 2.5، يعني كل 200 مصاب في 5 عمالهم يتوفوا، وهذه النسبة ما زالت عالية. مقابلة مع بداية الكورونا في شهر 3 و4، عدد الإصابات صحيح عمالها بتزيد، لكن عدد الوفيات عمالها تنقص. نقص الوفيات مهم، لكن ما زال المرض خطير جدا، وسوف يؤدي إلى المزيد من الإصابات والمزيد من الوفيات، ويجب علينا أن نعمل جهدنا للوقاية، وأهم شيء نعمله هو الوقاية. نعم، هو ظهر في الولايات المتحدة في الشهر الثالث أو الرابع كما ذكرت، ولكنه ظهر فعليا في ووهان الصين في 19 من كانون الأول ديسمبر 2019، يعني عمره حتى الساعة نحو 11 شهرا. بعد 11 شهرا على ولادة كورونا، إلى أي مدى بتنا نعرف هوية هذا الفيروس لننجو منه ونكافحه؟ لا أحد يعلم متى سيستمر هذا الفيروس الفتاك والقاتل. هل سينتهي خلال سنة ونصف من بدايته كما تنبأ أخصائي الأوبئة والبابليك هيلث، الصحة البيئية، أو كما تنبأ الأستاذ الدكتور أبو غزالة أن هذا المرض سيستمر معنا لمدة 4 سنوات؟ ليس لنا المقدرة على التنبؤ في هذا المرض الغريب الفتاك الذي لم يواجه العالم مرضا مثله، والذي يضرب الأوعية الدموية خاصة. هذا مرض جديد يضرب الأوعية الدموية خاصة، ولم نشاهد مرض مثله في التاريخ. نعم، ولكن في المقابل هناك لقاحات تبصر النور أو قريبة من إبصار النور. سمعنا من فايزر الأسبوع الماضي عن نتائج مبشرة بالخير لإنزال لقاحها في أسرع وقت ممكن، كمان جونسون أند جونسون، وفي المقابل الصين حيث من حيث ظهر اللقاح أيضا تقدمت جدا في تطوير لقاحاتها. يعني حتى لو استمر هذا الفيروس 4 سنوات، هل يمكن للقاح المنتظر في أسرع وقت ممكن أن يقضي عليه؟ لا شك أنه هناك بوادر طيبة جدا وأخبار مسرة، والتي أتت من شركة عالمية لها الاحترام العظيم، شركة فايزر، ولها تاريخ قدير في إنتاج اللقاحات والعلاج، ونأمل أن يستحضر هذا العلاج واللقاح في أقرب وقت ممكن، وينتج بكميات كافية حتى يستطيع كل أفراد العالم الحصول عليه. نعم، أمل يعني كبير. تفضل.
يعني عم تحكي عن الكمية الكافية وهو بالفعل هاجس بالنسبة للعالم أجمع، والهاجس الأكبر أن يصل هذا اللقاح من أي شركة كانت إلى العالم الفقير، إلى دول العالم النامي. ولكن سؤالنا، يعني إذا ما أصدر لقاح أو أنواع عدة من اللقاحات من شركات مختلفة، هل هذا يمكن أن يكون مبشرا بإيصال اللقاح إلى أكبر قدر ممكن من الناس بوتيرة أسرع؟ أعتقد واعتقادي بناء على خبرة جيدة أنه سوف يتم اختراع لقاح أو لقاحات التي ستحد من هذا المرض. إذا نظرنا للتاريخ الطبي، في معظم الحالات وجدنا لقاحات ووجدنا أدوية المضادة للأمراض. السؤال متى سوف تنزل هذه اللقاحات وهذه الأدوية في كميات كافية حتى نحد من استمرارية هذا المرض القاتل؟ لا أعتقد أننا نعرف أن نقدر أن نجزم حاليا أن يكون كميات اللقاحات كافية في أقرب وقت. نتمنى ولكن لا نعرف، ولا نستطيع أن نبني استراتيجيتنا بناء على الأمنيات، ولكن يجب أن نبنيها على أسس القدرات الحالية الموجودة لدينا. نعم، يعني حسب تاريخ الأوبئة اللقاح يأخذ وقتا طويلا وهذا مفهوم، ولكن ما سبب تأخر الدواء؟ إذا ما أردنا أن نتكلم عن الدواء، لماذا تأخر الدواء في القضاء على فيروس كورونا، أو بالتالي إيجاد الدواء الذي يقضي على فيروس كورونا؟ موجودة بعض الأدوية حاليا التي تحد من قوة الإصابة. الميدزفير أعطى بعض الفائدة، الستيرويدز أعطت بعض الفائدة، مميعات الدم أعطت بعض الفائدة، استعمال الأكسجين وعدم وضع المرضى على أجهزة التنفس بقدر الإمكان، نزل كل هذه العلاجات نزلت من حدة المرض وسارعت في تشافي الكثير من المرضى. إذا نظرنا لعدد الوفيات بالنسبة لعدد الإصابات، عدد الوفيات عم تنزل، فهناك تقدم في العلاج ولكن لم نصل إلى العلاج الكامل. We have not found the silver bullet. يعني لم نجد العلاج الكامل 100%، ولكن أعتقد مع الوقت سوف نجد هذا العلاج. هل يمكن أن نجد العلاج قبل اللقاح؟ لا أعتقد، لا. سيدي، هل صحيح أن مسيلات الدم تزيد من فرص النجاة من فيروس كورونا؟ لا شك، أثبتت الدراسة في ماونت سيناي هاسبيتال هنا أن مسيلات الدم والمميعات تحد من فتك هذا المرض في المريض. نعم، أثبتت هاي وتخفض من عدد الأيام الذي يكون فيه المريض في العناية المركزة، ونسبة نجاح أو نجاة المرضى مع استعمال مميعات الدم تؤدي إلى تحسن في حالتهم. نعم. نعم. بروفيسور، لدى صدور اللقاح، أنت مع اللقاح الإلزامي؟ هناك نقاش عالمي حاليا بأن اللقاح يجب أن يكون إلزاميا، ما رأيك؟ أنا بعطيك وجهة نظري الخاصة، ووجهة نظري لا تمثل المستشفيات أو المؤسسات التي أنا أمثلها أو أعمل معها. أعطيك وجهة نظري الخاصة. أعتقد رح يكون في نقاش حاد عن إلزامية الجميع أن يأخذوا اللقاحات هاي. تاريخيا لم يكن هناك أي وقت اللي الدول جبرت جميع مواطنيها على أخذ أي لقاح. راح يكون في ناس راح يرفضوا اللقاح. وين ممكن تزيد من احتمال أخذ اللقاح؟ إنه المؤسسات والمستشفيات تلزم موظفين إن أنت بدك تحضر للشغل، بدك تعالج مرضى، لازم تأخذ اللقاح. وحاليا هذا ماشي في معظم المستشفيات في الولايات المتحدة. أنا ما ممكن أروح على المستشفى إلا إذا أخذت الفلو فاكسين لهذيك السنة،
إذا ما بأخذ الفلو فاكسين أوكي تيجيش على الشغل، ممنوع تيجي على الشغل. فأتوقع رح يصير نوع من هذا الشيء، هيك توقعاتي، لكن لا أعتقد أننا سننجح في إلزام كل العالم أن يأخذ اللقاح. بس بكل الأحوال اللقاح رح يكون سترة النجاة ربما الوحيدة لدى صدوره. الاختصاصي في جراحة القلب بمستشفى ماونت سيناي نيويورك البروفيسور عمر لطوف، شكرا لك، أغنيتنا وشرفنا حضورك. شرف